معكم بو عبد الله من كمسان، ولاية كمسان من غرب الجزائر. الوغ انا طريح طريح وحدي بعد رئيس الجمهورية دار مبادرة باش يتكلف 50% تاع تكلفة التذاكر، الإقامة، الصطاد، كلش. دونك راني رايح مع التوني كلاب، وإن شاء الله نتفائلوا خير، وإن شاء الله نجيبوا التاج تاج إن شاء الله. مبادرة حسنة، وشكروا سيد الرئيس وشكروا الدولة الجزائرية على هذه المبادرة. راني متفائل، بدي عندي إحساس بدي هذا العام التاج تاج نجيبوه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السيد محفوظ روان، رئيس بعثة الأنصار الفريق الوطني. وهذا شرف كبير اللي رانا في متواجدين هنايا في المطار هو البوليام. رانا ان شاء الله بربي مسافرين الى كوديفوار لمناصره الفريق الوطني، ونشكر المسؤولين على التنظيم اللي قايمين به، ونشكر النادي السياحي توريك، نشكر الاتحاديه اللي وفرت لنا كلش. ورانا رايحين مباشره الى كوديفوار، نطلب ماذا بهم الانصار اللي يتنقلوا لكوديفوار، ماذا بهم يديروا الحقنه، يديروا تك هذيك الفاكسان ويشربوا دواء ما يتنقلوا. تسمى كاين البعوض، كاين امراض متنقله من المياه، وماذا بينا رانا وفرنا لهم الماء. جيت من بلدنا، جيت نشجع الفريق الوطني الجزائري، نعطيو له دفعه معنويه ان شاء الله، وبعد نشوف ان شاء الله الغاشي هذا راح تكون دفعه كبيره ان شاء الله للمنتخب الوطني، ان شاء الله نرجعوا ان شاء الله بالكاس ان شاء الله الجزائري. الله أكبر جمال بن ماضي.